بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء السادس لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن مصادر تمويل الشركات بواسطة البنوك الإسلامية. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. هل الصوت مسموع واضح لدى الجميع يا أخوان؟ أنا لي أكثر من يمكن ربع ساعة أو تزيد حاولت الدخول، دخلت لي الموقع ولكن قام بإخراجي النظام لعدة مرات متتالية. لا أدري هل هو من سوء النظام أم ماذا الذي حصل، فأنا أعتذر عن هذه الدقائق التي مضت. طيب يا أخوان، في اللقاءات الماضية تعرفنا على مصادر التمويل طويلة الأجل وكذلك قصيرة الأجل. في هذا اللقاء سنتعرف عن مصادر التمويل بواسطة البنوك الإسلامية، ولعلنا نبدأها أولا بالمرابحة للآمر بالشراء، حيث يقوم البنك بشراء السلع بناء على طلب العميل ومن ثم بيعها بعد تملكها لها، أي يمتلكها البنك ومن ثم إعادة بيعها لذلك العميل. ويمكن استخدام هذه الأداة في تمويل عدة مجالات، الاعتمادات المستندية سواء الداخلية أو الخارجية، وأيضا تمويل المشتريات الداخلية، وكذلك المرابحة الشخصية وهي التي كثير من الأشخاص يستخدمونها في عملية تمويل الاحتياجات الفردية مثل السيارات والمساكن والسلع ذات الحاجة الباسة لهم وعدم قدرته بشرائها بالكاش أو بالنقد الكامل، فيقوم بعمليات تقسيطها عن طريق المرابحة الشخصية. النوع الثاني من أنواع مصادر التمويل بواسطة البنوك الإسلامية ألا وهو السلم، وهو عقد على موصوف بالذمة يتم دفع الثمن فيه مقدما واستلام السلعة مستقبلا. وهذه الأداة تعتبر مهمة في عمليات تمويل الزراعي وكذلك الصناعي. مثال على السلم، لنفترض أن سين من الناس لديه المزرعة نخيل، وقبل نضوج ذلك التمر يقوم بعرضها في السوق على وصف بالذمة أنها ستكون بهذا الوصف بهذه الكمية بهذه الجودة، ويقوم ببيعها لشخص ما. هذا الشخص يدفع تلك القيمة مقدما، يدفع القيمة مقدما لاستلام تلك السلعة الموصوفة عند نضوجها بالتاريخ الذي يحدد مسبقا أو على الأقل يحدد السعر الذي سيستلم فيه تلك البضاعة. أيضا ممكن أن تستخدم في عمليات الصناعية مثل عمليات بيع السيارات مثلا، تقوم بعملية تصنيعها تلك الشركات المصنعة وتستلم النقد من المشترين على أن تسلم تلك البضاعة عند تصنيعها الكامل. واضح؟ النوع الثالث من أنواع التمويل بواسطة البنوك الإسلامية ألا وهو الاستصناع، وهو العقد المناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية والإنشاءات، بحيث يوقع البنك مع العميل عقدا يقوم البنك به من خلال إنتاج معدة أو إنشاء مبنى أو جسر، ومن ثم يوقع ذلك البنك عقدا مع من يتولى عملية التنفيذ، بحيث يكون البنك هنا هو المسؤول مسؤولية تامة كاملة أمام العميل لإنجاح ذلك المشروع أو لإنجازه. النوع الثالث من أنواع المصادر ألا وهو الإجارة، وهنا الإجارة على شقين أو شكلين. الشكل الأول التأجير التشغيلي،
حيث يقوم البنك بشراء الأصول القابلة للتأجير ومن ثم تأجيرها لجهات أخرى لتشغيلها أو الانتفاع بها لمدة محددة وبإيجار يتم الاتفاق عليه، على أن تبقى هذه السلع أو الأصول لملكية البنك بحيث يمكن من عملية تأجيرها مرة أخرى وهكذا. التأجير التمويلي وهو ما يسمى لدينا هنا بالتأجير المنتهي بالتمليك، على أن يقوم البنك بشراء الأصل الذي يرغب به العميل ومن ثم يتملكه ذلك البنك ويقوم بتأجيره للعميل لمدة محددة يتم الاتفاق عليها بين العميل وبين البنك، على أن يوعد ذلك العميل بملكية هذا الأصل بعد انتهاء المدة المتفق عليها في حال تم الالتزام بعملية السداد لكامل المدة. واضح؟ التأجير التمويلي واضح بخلاف المرابحة الآمر بالشراء. واضح يا أخوان؟ واضح؟ طيب، المضاربة هي شراكة في الربح بين البنك والعميل بحيث يكون البنك هو صاحب المال، يقوم بعملية تمويل ذلك المضارب على أن يقوم ذلك المضارب بالمتاجرة في هذا المال، ويتكون الربح في حال تحقيقه على نحو نسبة مئوية وأن لا يكون مبلغا مقطوعا، أي أن البنك لا يمكن أن يقول لي أو يتم الاتفاق مع ذلك العميل أن يتم المتاجرة في ذلك المال على أن يعطي البنك لذلك العميل مبلغ مقطوع مثلا 2,000 أو 3,000 شهريا، وإنما يكون من نسبة من الأرباح مثلا 10% 15% على حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك وبين ذلك العميل. النوع الأخير من أنواع مصادر التمويل من قبل البنوك الإسلامية ألا وهو المشاركة، والمشاركة تتم بأسلوبين. الأسلوب الأول تقوم على أساس تملك كل من البنك وشركائه أو شريكه حصص أو حصة ثابتة حتى نهاية ذلك المشروع، بينما المشاركة المتناقصة وهي المنتهية بالتمليك للعميل على أن يقوم العميل بسداد حصة البنك إما من أرباح ذلك المشروع وإما من مصادره الخاصة، لينتقل ملكية ذلك المشروع من كونه شراكة بين البنك وبين العميل إلى كونه شراكة أو ملكا بالكلية لذلك العميل. الفائدة من هذه المصادر لعملية التمويل الإسلامية هي النفع للمجتمع وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي ينتمي إليه ذلك البنك. نعم، في المشاركة المتناقصة بحيث ينتقل ملكية ذلك المشروع بدلا من كونه شراكة بين العميل وبين البنك إلى أن يصبح ملكا بالكلية للعميل. واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا ننتقل الآن إلى أنواع الأوراق والأسواق المالية. نبدأها أولا بسوق النقد. سوق النقد والذي يندرج تحته حيث أن هيكلة سوق المال يتكون من شقين، سوق النقد وسوق الأوراق المالية. سوق النقد يندرج تحته ثلاثة أمور، الأول منها أذون الخزانة، والثانية الأوراق التجارية، والثالث شهادات الإيداع القابلة للتداول. ويعرف سوق النقد بأنه الجهاز المصرفي الذي يقوم به بالدور الأكبر والرئيس حيث أنه يكون هو
إما أو الوسيط في عملية تبادل هذه الأوراق، أو أن يكون هو الرئيس في عملية إصدارها. النوع الأول من أنواع سوق النقد ألا وهو أذون الخزانة، وهي سندات قصيرة الأجل قابلة للتداول، عادة تصدرها الحكومة، وذلك لسحب السيولة من السوق، ألا وهي السيولة الفائضة في السوق، وذلك لإضعاف عمليات التضخم وامتصاص هذه السيولة. أذون الخزانة تعتبر أوراق مالية تصدرها بعض من الحكومات، وذلك للجمهور، إما الجمهور العام أو للشركات الكبرى في البلد، ويحمل أو يحصل حامل هذه أو مشتري ذلك السند الإذني على عائد ثابت في تاريخ محدد، وبهذا تكون محرمة شرعا. وهذا الذي يحصل عادة، قد لا يحصل حامل هذا السند على عائد ثابت، وإنما تصدرها هذه الحكومات بخصم إصدار. مثال: بدلا من كوني بمئة ريال يصدر بقيمة 90 ريال، على أن يسترد بعد المدة المتفق عليها والتي عادة لا تتجاوز السنة لأنها قصيرة الأجل، تعاد بقيمة 100، والعشرة هنا يكون ربح لذلك المشتري للسند، وبهذا يكون بيع دين بدين، ويعتبر حرام أو محرم شرعا. واضح يا أخوان؟ ولكن هنا للتوضيح فقط بالشيء، ما هي أذون الخزانة؟ تصدر أذون الخزانة عادة بتواريخ استحقاق مختلفة، إما أن تكون بواحد وتسعين يوم، أي أنها مستحقة خلال 91 يوم، وممكن أن تكون ب182 يوم، وممكن أن تكون بالسنة، أي 365 يوم. وكما ذكرنا أنه لا يتم عادة دفع فائدة للمشتري لهذا السند، وإنما تباع بخصم، وممكن تصديرها من قبل بعض من الشركات المعروفة في السوق بنفس الآلية، وذلك لتمويل احتياجاتها خلال هذه السنة، على أن يسترد ذلك السند أو إذن الخزانة في مدة لا تتجاوز السنة. واضح يا أخوان؟ نلاحظ في إذن الخزانة أيضا عند شراء ذلك الإذن ممكن أن يباع للبنك، ممكن أن يباع للبنك، يعني مثلا صدرت إحدى الشركات وقام أحد التجار بشراء هذا السند بقيمة، كل سند بقيمة 90 ريال، وقيمته الإسمية 100 ريال، احتاج ذلك التاجر إلى مبلغ، وبالتالي يقوم ببيعه إلى البنك ولكن بقيمة أقل من قيمته كذلك، حتى يستفيد من هذه القيمة منه البنك، على أن يوفر السيولة النقدية لذلك التاجر، وهي محرمة لا يجوز. واضح يا أخوان؟ النوع الثاني من أنواع سوق النقد ألا وهو شهادات الإيداع القابلة للتداول، وهي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغا معين لمدة محددة وبفائدة معلومة، وهذا ما يتم العمل به في كثير من البنوك الربوية، وذلك لاحتجاز هذه السيولة لدى ذلك البنك وتمكينه من التصرف بها وعدم سحبها من قبل العميل لفترة زمنية محددة بين العميل وبين ذلك البنك، على أن يستحق العميل فوائد نظير إبقاء ذلك المبلغ لدى ذلك البنك. وهذه الإيداعات تختلف عن أذون الخزانة
كونها لا تباع بخصم إصدار وإنما تكون بنفس القيمة. شهادات الإيداع مثلا قيمتها أو تم إيداع، لنفترض أن شيء من الناس قام بإيداع 100,000 ريال لمدة سنة على أن يحصل فائدة قيمتها 5%، وهذا الشخص احتاج إلى سيولة نقدية، فبالتالي من الممكن أن يبيع شهادة الإيداع هذه لطرف ثالث على أن يحصل الطرف الثالث على الفائدة 5%. واضح؟ النوع الثالث ألا وهو الأوراق التجارية. الأوراق التجارية ما هي الأوراق التجارية؟ مثل الكمبيالة، مثل الكمبيالة. متى تستخدم هذه الكمبيالة؟ متى يتم استخدام هذه الكمبيالة؟ تستخدم هذه الكمبيالة بين البائع والمشتري، بين البائع والمشتري. لنفترض أن أحد الأشخاص أراد شراء سلعة ما بقيمة 100,000 ريال وليس لديه السيولة الكافية لشراء تلك السلعة، ولضمان حق البائع في السداد يقوم بعملية سحب كمبيالات على ذلك المشتري. إما أن تكون كمبيالة واعدة بكامل القيمة مستحقة السداد في نهاية السنة، وممكن أن تكون عدة كمبيالات على عدة أشهر. لنفترض أنها كمبيالة واحدة مستحقة في نهاية السنة قيمتها 100,000 ريال. 100,000 ريال عند سحب هذه الكمبيالة من قبل البائع، وبعد مرور شهرين احتاج ذلك البائع إلى سيولة، فيستطيع ذلك البائع بيع أو ما يسمى بتظهير تلك الكمبيالة لمن؟ للبنك بقيمة أقل من قيمتها، بقيمة أقل من قيمتها، ولكن على أن يتحمل البائع عملية السداد في حال لم يتم السداد من قبل المشتري، وبيعها للبنك بقيمة بخصم، أي بقيمة أقل من قيمتها. لنفترض أن قيمتها 100,000 ريال، فقد يبيعها ذلك التاجر للبنك بقيمة 90,000، و10,000 هنا تعتبر هي المحقق للبنك، وتعتبر محرمة لا تجوز لأنها بيع دين بدين. واضح الثلاثة أنواع من سوق النقد يا أخوان. ننتقل الآن إلى سوق الأوراق المالية، وهو نوعين: سوق أولي وسوق ثانوي. والسوق المعروفة أو سوق رأس المال هو المعروفة بما يسمى بالبورصة، ولدينا هنا ما يسمى بتداول، ويتم في هذا السوق عملية بيع وشراء الأسهم، وهنالك كما ذكرنا نوعين: السوق الأولية حينما تقرر الشركات أو المؤسسات التوسع في أنشطتها، فإنها تقوم بطرح أسهم للجمهور العام أو عمليات الاكتتابات التي تتم ويكون عبر البنوك لعمليات السداد وتوفير هذه الأموال. السوق الثانوية وهي السوق المعروفة والمسمى بتداول، وهو عملية تداول الأسهم من خلال هذه الأسواق. واضح يا أخوان؟ ننتقل الآن إلى أسس وأدوات التحليل المالي والنسب المئوية. ما هو التحليل المالي؟ التحليل المالي عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات. تستخدم هذه المعلومات في عملية اتخاذ القرارات وعملية تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه نتائج هذه الشركات في المستقبل. الهدف من عملية التحليل المالي هو التعرف على مواطن القوة وذلك لتعزيزها، والتعرف على مواطن الضعف والخلل وذلك لإجراء
العلاج اللازم لهذه المواطن الضعف، ما هي مجالات التحليل المالي؟ هنالك عدة مجالات للتحليل المالي، أهمها التحليل الائتماني، وذلك للتعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة. أيضا تحليل الاندماج والشراء بين الشركات، وذلك لتكوين وحدة اقتصادية نتيجة لانضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر وزوال الشخصية القانونية المنفصلة لكل منها. أيضا تحليل تقييم الأداء، وذلك يشتمل على تقييم الربحية وكفاءة الإدارة المالية والسيولة واتجاهات النمو. أيضا من المجالات التحليل المالي التحليل من أجل التخطيط، وذلك استنادا على ما تم في الماضي يتم عملية التحليل لإيجاد ما أو لتخطيط ما ستكون عليه الشركة مستقبلا بإذن الله. التحليل الاستثماري، وهذا يركز على العائد على عملية استثمار وهيكلة رأس المال مثل ما ذكرنا فيما يتعلق بمصادر التمويل، وأيضا التعرف على مديونية الشركة على المدى الطويل ومديونية الشركة على المدى القصير. هناك عدة جهات لاستخدام التحليل المالي، وهذه الجهات تختلف أهدافها أو الهدف من التحليل المالي باختلاف النتائج المرغوب الحصول عليها. نبدأها أولا بالمستثمرين. المستثمرين يهم في الأساس أداء الشركة على المدى القصير والطويل، وذلك لاتخاذ قراره في العملية الاستثمارية، هل يستثمر في هذه الشركة أم لا. المستخدم الثاني ألا وهو المالكين لهذه المؤسسة، أولئك المالكين يهتمون بعمليات التحليل المالي لمعرفة وضع الشركة لديهم ومعرفة الأرباح الدورية التي ستتحقق خلال هذه الفترة ومتى سيتم توزيع هذه الأرباح. أيضا من المستخدمين بالتحليل المالي ألا وهم الدائنون، وذلك لمعرفة الالتزامات التي على تلك الشركات ومدى مقدرة تلك الشركات على السداد ومتى سيتم السداد والوضع المالي لتلك الشركات طالبة الائتمان خلال الفترات الزمنية الماضية. إدارة الشركة نفسها أيضا لديهم اهتمام بالتحليل المالي، وذلك للحصول على المعلومات عن كفاءة إدارة الشركة، ربحية الشركة وعوائدها، الاتجاهات التي يتخذها أداء تلك الشركة، وأيضا نتيجة مقارنة أداء الشركة بأداء الشركات الأخرى، وأيضا كيفية توزيع الموارد على أوجه الاستخدام. أيضا من المستخدمين للتحليل المالي ألا وهم وسطاء الأوراق المالية، وأولئك يهتمون بالتحليل المالي لمعرفة التغيرات المحتملة على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات المالية، وكذلك تحديد أسهم الشركات الممكن اعتبارها فرص استثمارية جيدة. أيضا من المستخدمين للتحليل المالي ألا وهم العاملين أو الموظفين في الشركة، وذلك للحكم على كفاءة وفعالية هذه الشركة ومدى استمرارية تلك الشركة في السوق، وذلك لمعرفة أوضاعهم بالنسبة لتلك الشركة بالنسبة للموظفين، هل سيستمرون مع هذه الشركة أم أن من الأفضل الانتقال إلى شركات أخرى.
أيضا من المستخدمين لهذه التحليل المالي ألا وهم المصالح الحكومية بشكل عام، وذلك لعمليات الرقابة وأخرى لخضوع تلك الشركات للزكاة أو للضريبة في بعض من الدول. أيضا من المستخدمين للتحليل المالي ألا وهم المحللين، من يقومون بعمليات فتح تحليلات مالية للشركات، وذلك بطلب من بعض من الشركات الأخرى أو من العملاء لدى هذه الشركة، وذلك لتقييم هذه الشركة ومعرفة وضعها المالي بشكل عام. أيضا من المستخدمين جميع أو كل من له علاقة بهذه الشركة لمعرفة الوضع المالي لهذه الشركة. هنالك عدة أساليب للتحليل المالي، ثلاثة أساليب نبدأها. أولا بالأسلوب الأول ألا وهو التحليل العمودي، وهو عرض البيانات المالية لسنة مالية واحدة عموديا، ويعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية بتاريخ معين، إلا أن هذا التحليل يتصف بالسكون لانتفاء البعد الزمني عنه، لأنه على سنة مالية واحدة وليس مقارنة ب سنوات أخرى أو بشركات أخرى. على سبيل المثال استخراج مجمل الربح كنسبة مئوية مثلا فقط من الإجمالي للإيرادات. النوع الثاني من أنواع التحليل المالي هو التحليل الأفقي، وهذا التحليل يقوم بعرض البيانات المالية لأكثر من سنة أفقيا، ويعتمد هذا النوع على دراسة اتجاه كل بند من بنود القائمة المالية وملاحظة عمليات الزيادة أو النقص من سنة إلى أخرى. وبهذا يتصف هذا النوع بالتوسع، لأنه يبين التغييرات التي تمت بمرور الزمن بعكس التحليل السابق الذكر العمودي والذي يقتصر على سنة مالية واحدة. مثال على ذلك للتحليل الأفقي مثلا مقارنة سنة 2016 مع 2017 في عمليات الإيرادات ومجمل الربح والمصروفات وكذلك تكلفة الإيرادات وخلافه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم لمعرفة التحليل باستخدام النسب المئوية. لعلنا نتيح الفرصة لكم لطرح أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكوز، فمن لديه أي سؤال فليتفضل. لا إخوان أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام؟ يا اخوان اي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام؟ هل من اسئله قبل ان نطرح الكوز يا اخوان؟
طيب إليكم الكوز، وهو عبارة عن 3 أسئلة، قد يكون أما تم شرحه خلال هذا اللقاء أو للقاءات الماضية، علما أنه من ابتداء من اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى سيتم طرح عدد كوزين في كل لقاء بمشيئة الله تعالى. الكوز الآن أمامكم، نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد، وهو عبارة عن 3 أسئلة. طيب الوقت المحدد للإجابة عن الكوز انتهى، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول يقول: من حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية؟ هل هو الحق في المشاركة الربحية، أم أنه يجوز لحاملها استردادها، أم أنه لا يجوز لحاملها بيعها؟ والإجابة الصحيحة هي الحق في المشاركة في الربحية في حال حققت لدى المؤسسة. السؤال الثاني يقول: أحد مصادر التمويل الداخلي، وهو الوحيد كما ذكرنا، هل هو الأسهم أو إصدار الأسهم، أم الأرباح المحتجزة، أم إصدار السندات؟ ذكرنا ذلك أنه الأرباح المحتجزة يعتبر أحد مصادر التمويل الداخلي وهو الوحيد، واضح؟ طيب الثالث والأخير: إصدار أسهم عادية لتمويل المنشأة، هل يترتب عليه رهن لوصولها؟ طبعا كما ذكرنا أنها طرح عام للأسهم العادية، وبالتالي لا يترتب عليه أي ضمان أو رهن للأصول. وإليكم هذه الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. طيب يا أخوان، أي سؤال يا أخوان قبل أن نختم؟ نؤكد على، ركز معي يا أخوان في هذه الجزئية، نؤكد على ضرورة وأهمية مشاهدة المحاضرات المرئية من 14 إلى 17 تقريبا، من 14 إلى 17 قبل الحضور للقاء القادم، وذلك لأهميتها وتعلقها بتمرين شامل سيتم شرحه خلال اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. فأمر من الجميع المشاهدة لهذه اللقاء المحاضرات المرئية من 14 إلى 17، وذلك ليتسنى للجميع فهم المقرر بالشكل الصحيح. ونذكر أيضا بوجود تكليف ذاتي ثالث أو ثاني عفوا في المنتدى
سيبدأ بعد يومين أو ثلاثة، فآمل من الجميع الدخول على المنتدى لحل هذا التكليف. كما نذكر بأهمية التكليفات الذاتية وكذلك الكويزات. بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.